بالمركز الدولي للمؤتمرات على احتفائيه لتكريم المراه الجزائريه. السيد الرئيس ولدى وصوله الى المركز الدولي للمؤتمرات طاف رفقه وزيره التضامن والاسره وقضايا المراه كوثر كريكو بالمعرض الذي اقيم خصيصا لابراز ابداع المراه الجزائريه في مختلف المجالات الحرفيه. والتي تواصل خوض تحديات بناء الدوله الحديثه والمجتمع الذي يسوده الاستقرار وتطبعه السكينه. السيد رئيس الجمهوريه الذي يجدد في كل مناسبه على اهميه المراه في بناء الاسره وتنميه المجتمع يؤكد دائما على ضروره اشراكها في مسار التنميه الوطنيه الذي تشهده الجزائر الجديده. السيد الرئيس وهو يطوف باجنحه المعرض كان له حديث مع